لو انت بتحبني قد ما انا بحبك كنت عملت شي كرمال حبنا، بس انت عملت شي كرمال حبنا ولا شي ولا شي. عكل حال الله يهنيك ويطعمك ولاد وعائلة بتجنن. لأنك بتستاهل. شو كنت عم تعمل مع منتورة فايز؟ ما بيخصك شو كنت عم بعمل؟ ما بيخصني؟ مش بكره أنا رح صير مرتك؟ بكره؟ من بكره وبالرايح إلك علي، كل شي بيصير بالماضي وبالحاضر أنت مخصك فيه، فاهمة؟ بعدين أنت ليش بعدك واقف سهرانة بالليل؟ يلا روحي اطلعي نامي بأوضتك. اسمعيني منيح، كل شي شفتيه هون بيضل بيني وبينك عادلة، ما حدا بيعرف فيه. يلا يلا. شو صار؟ هرب كمان؟ مين بعد في مهرب من هالحبس المضروب هيدا؟ وطي صوتك رامح وما تصرخ. خبريه مش منطقية، أنا ما بصدقها. شو قصدك يعني؟ أنت بتعرف شو بقصد يا بيك، والكل بيعرف يفتكر. لا أنا ما بعرف، إيه تشوف خبرني. نزار مش هو اللي هرب، نزار تهرب. يعني في مين هربوا؟ الاتفاق مع اخته يلي بهاللحظه بهالتك بدها تترك هذا البيت هي وهيدي الفلتين اللي واقفه حدها. شو صاير لك عم تطول هيك؟ والله بكون عم بتطول اذا عم بطلب من عشيقتك انها تفلني من البيت ليله عرسك من اختي؟ راس وليه؟ ما بسمح لك. وانا ما بسمح لك انك تطول على اختي وعلى كرامه اختي. ها انت وياها اطلع برات البيت. يلا يلا يلا، شو بكره عم تطلع بعض؟ يلا هذا البيت ما بقى بدي اشوفكم فيه، هذا البيت ما بقى. بتشحت ليه؟ اي صفة عم تشحت العالم من بيتنا؟ اي صفة؟ ايه بأي صفة؟ انا بقول لك بأي صفة. صبايا انا قلت لكم اطلعوا برات البيت، ما عم تردوا علي ليه؟ أنا هم بعدكم، برو برا يا بنات. يلا يا عين يا عين على هالعرسين المهذبين يوم عرسهم، يا عيني على هالصورات، يا عيني على هالبكوات اللي راح يورطوني بعد ما أنا أموت. ولك كيف بدي أمن سلم عائلتي لإلكم أنتو؟ كيف؟ مش مني لازم تخاف على عائلتك وزعيمتك، لازم تخاف من اللي بهرب محابيس من حبسك يا بيك، لازم تخاف من الثوار اللي صاروا على الباب ومش عم نقدر انه نوقفهم. شو رح تعمل يعني؟ رح فتش عليهم زاوي زاوي وقرني قرني ورح لاقيهم، ورح لاقي معهم كل الهربانين من هون، رح شلهم راسهم عن جسمهم الكلاب الجواسيس ما بيمشي معهم الا الاعدام. وبأي صفة رح تنفذ حضرتك؟ صفتي المسؤول العسكري يا بيك. المسؤول العسكري بينفذ الأوامر ما بيصدرها. أنا اللي بصدر الأوامر وأنت بتنفذه بس.
عدوا تشوف، عدوا محلاتكم بسرعة. شو رامح؟ بدك تعصي أوامري؟ أعوذ بالله يا بيك، رامح ما بيعصي أمرك. عود رامح، عود ابني. يا بيك، في ناس قال الحراس على اللي صار امبارح ولا كمان مش مسموح؟ لازم نحكي مع الحرس، نحسسه انه احنا مضايقين، حتى ما كل واحد يفسر على ذوقه. هيك رح يصير في بلبله بيناتهم، بكفي انه هني على قصوص ونقطه. ها؟ معمول اللي بتلاقيه مناسب رامح. تقربت نزار، ما هيك يا فايز؟ هيدا موضوع منناقشه أنا والبيك الكبير، لأنه القصة بطلت قصة سجين، صارت مسألة عائلية. بس هيدي المسألة العائلية اللي عم تحكي عنها إلها علاقة بالحرس والأمن، وأنا المسؤول عن العسكر والحرس والأمن. هيك يا بيك؟ عدو نهونا هالحديث هلا بناكل لقمه ومنحضر حالنا للافراح اللي ناطرتنا المساء. ولو خوفتونا العروستين الحلوين، كاس العرسان